يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي يشرع قانونا ودستورا للدولة كله ليس من شرع الله، فهل يتعين القول بكفره أو نذهب للتفصيل في مراده؟ أول شيء الخوض في هذه المسائل التي تثير الشر وتثير، هذا لا يجوز إلا للعلماء وعند الحاجة أيضا. أما ما يثير الشر وسفك الدماء والتحريش هذا لا يجوز، فالحكم على الناس وولاة الأمور إنما هو راجع إلى أهل العلم والبصيرة، فلا يخوض فيه طلبة العلم وعوام الناس، وكل الناس يدخلون في هذا الموضوع، هذا يسبب بلبلة ويسبب شر، قد يحكمون بغير دليل على الناس ولا يفصلون، ولا هذا يحتاج إلى العلماء. أنا ما أرى أن طلبة العلم والمبتدئين يدخلون في هذه المسائل. نعم. يقول فضيلة الشيخ يتعلمونه ويعرفونه، نعم، أما أنهم يتجادلون فيها ويحكمون على بعض الناس هذا لا يجوز له، هذا من اختصاص أهل العلم. نعم.